يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي يا ما نجي المتعافي سليم. ضد المخدر كلنا نغلق مراسي ونصون دولتنا ومن فيها مقيم. يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي، لا تتركه حتى ورا القفلة يهيم. والأم دورك فصلي لابنك لباسي، أركان دينك علمي ابنك مديم. ضد المخدر نبتره بالفين فاسي حتى ننمي جيل واعي مستقيم. يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم. هو في الحقيقة أنه اللجنة الصحية في ولاية صلالة عملت خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود لزيادة الوعي بأهمية تجنب المخدرات، وبالتالي هذه الشراكة المجتمعية ما نراه اليوم هو شراكة مجتمعية بين أطياف المجتمع بهدف زيادة الوعي لدى الأسرة، لدى القطاعات المختلفة، لدى الطلاب، لدى الناشئة. وما نراه اليوم حقيقة هو نتاج يعني لهكذا أعمال. ما أراه حقيقة اليوم هو دليل على وجود وعي عالي في المجتمع بأهمية الاهتمام بالنشء وتربية الأبناء التربية الصالحة، وتوعية كافة فئات المجتمع بأضرار المخدرات وكيفية التعرف عليها وضرورة الإسراع إلى الإبلاغ عن أي مؤشرات قد يلحظها ولي الأمر أو يلحظها المدرس أو المعلم في المدرسة، وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات السريعة لاكتشاف حالات الإدمان وهي في بداياتها. كذلك لابد من التركيز على مرحلة الوقاية، بما أن الوقاية خير من العلاج. وما نراه اليوم يعني من جهود من جميع هذه الجهات هو دليل على وجود وعي على مستوى المحافظة بشكل عام، ودليل على يعني أنه ما قامت به اللجنة الصحية بولاية صلالة قد آتى ثماره، وبإذن الله تعالى تستمر هذه الأعمال لتحقيق الأهداف المقصود منها تحقيقها. شكرا جزيلا. إن شاء الله تعالى أستاذي ودكتور الكريم، نحن من خلال هذا المنبر البيضاء ومن خلال بودكاست عزمون نطلب من سعادتكم توجيه رسالة لأبنائكم في محافظة ظفار وعامة في سلطنة عمان. هو أي رسالة توجه إلى الشباب، نحن نقول لهم أنتم لستم جيل المستقبل فقط، أنتم جيل الحاضر وجيل المستقبل، وعليكم تبنى الأجيال القادمة. لذلك إذا استشعر كل من أبناء هذا المجتمع هذه المسؤولية الكبيرة، أنا أظن أنه الجميع سيتعاطى مع مثل هذه الأمور بالكثير من الوعي والانتباه. وبدون شك أنه عمان الحبيبة تستحق منا دائما نقدم لها الكثير، وهذا التقديم يكون من خلال أن يكون كل واحد من هؤلاء الشباب هو نموذج وقدوة لزملائه، وأيضا هو عنصر عطاء وإنتاج في قادم الأيام بإذن الله تعالى. الله يسلمك. شكرا جزيلا أستاذي ودكتورنا سعادة الدكتور أحمد بن محسن القساني رئيس بلدية ظفار. وفي آخر هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، لا يسعنا إلا نشكر سعادة الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم. ضد المخدر كلنا نغلق مراسي ونصون دولتنا ومن فيها مقيم. يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي، لا تتركه حتى ورا القفلة يهيم. والأم دورك فصلي لابنك لباسي، أركان دينك علمي ابنك مديم. ضد المخدر نبتره بالفين فاسي حتى ننمي جيل واعي مستقيم. يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم.